الجانب الاقتصادي هو أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة المتميزة بين المغرب وإسبانيا. اليوم إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب ولهذه أكثر من 5 سنوات. اليوم هناك شبكة قوية للعلاقات بين القطاع الخاص المغربي والقطاع الخاص الإسباني. أظن أنك أكثر من 1000 حوالي 1000 شركة إسبانية هي متواجدة اليوم، سواء بنسب 100% امتلاك 100% أو أقل. أكثر من 20,000 شركة إسبانية منخرطة اليوم في التجارة مع المغرب. إسبانيا اليوم يعني تقريبا 42% من صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي هي موجهة إلى إسبانيا. إسبانيا هي الزبون الأول والممول الأول للمغرب، وهذا يدل على أن هذه العلاقات الاقتصادية أصبحت اليوم يعني زاوية أساسية في العلاقات بين البلدين. في المجال الاستثمار هناك استثمارات إسبانيا، والإسبانيا اليوم إذا خدينا تراكم الاستثمارات هي المستثمر الثالث في المغرب، والمغرب هو المستثمر، هو مكان الاستثمار الأول لإسبانيا في القارة الإفريقية، وهذا يدل على أن كذلك في الاستثمار الأفاق هي واعدة. ما هو ضروري اليوم؟ هو 3 الأمور. أولا أن يتم تعزيز هذه الاستثمارات باستثمارات يعني أكبر ومن شركات إسبانية، لأن أغلب الشركات المتواجدة هي مقاولات صغرى ومتوسطة، ربما الآن حل الوقت لشركات أكبر أنها تستثمر في المغرب. ثانيا أن ما يكونش فقط في اتجاه واحد للاستثمارات الإسبانية في المغرب، ولكن كذلك الاستثمارات المغربية في إسبانيا. وكما قلت جلالة الملك أكد على أن القطاع الخاص المغربي يجب كذلك في إطار هذه الشراكة الرابح رابح أو الشراكة المتوازنة أن القطاع الخاص المغربي كذلك يستثمر. ثالثا أننا يجب إيضاح بشكل أكبر كل الإصلاحات اللي دارت في مجال استقطاب الاستثمارات في المغرب. اليوم المغرب في دوين بيزنس ربح نقاط كثيرة، أكثر من 15 نقطة في السنتين الأخيرتين. المغرب اليوم كاين هناك توجيهات ملكية لخلق لإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية، وهذا كله كيأكد. وكل تجارب هناك تجارب ناجحة. قد يكون هناك بعض المشاكل الفردية في مجال الاستثمار، ولكن هذه المشاكل الفردية كذلك المغرب يعالجها بالدقة وبالمسؤولية اللازمة لإعطاء الضمانات القانونية لإيضاح بأن كل شروط حماية الاستثمارات هي متواجدة. وحتى لو كانت بعض الحالات فهذه الحالات يجب أن نعالجها معا حتى تكون عندنا فقط تجارب ناجحة في المجال الاقتصادي بحال في المجالات الأخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.